الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فأفضل صلوات الله فأزكى تحيات الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم فيهم يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بها أنفسكم تقبل الله والصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر.